جايز وهلا فيكم في تجهيزاتي للعيد. شو بعمل باخر ليله قبل العيد؟ اول شيء زي ما بتشوفوا جبت مي سخنه وحطيتها بهذا الاناء وجبت كمان بشكير. هي الشغله بعملها مشان اشيل الرؤوس السوداء، بالعاده بعملها بالصالون بس هلا الصالونات مسكره. سو بجيب هيك الاناء اللي فيه المي وبحط راسي بهي الطريقه وبحط البشكير من فوق. بضل هيك شيء 20 دقيقه، بعدين لما هيك بتخلص 20 دقيقه زي ما بتشوفوا وجهي بيصير هيك رطب وساخن وبصير سهل علي انه اشيل الرؤوس السوداء. انا عندي الرؤوس السوداء بس بانفي فيا بشيلهم يعني. سو الشغله كمان حبيت اضيفها انه هيك اعمل هاي الاضاءه هيك كرمال انه يبينوا لي اكثر، اذا لاحظتوا بالصالونات كمان بيعملوا الاضاءه، فانا لانه لحالي عملت مثل هيك. خذوا وقتكم يا جماعه ويعني لا تستعجلوا في هاي المرحله، خذوا وقتكم لتشيلوا الرؤوس السوداء على مهلكم. بعدين بس بخلص زي ما بتشوفوا انفي بيصير نظيف وانا هيك بكون ارتحت كثير. جبت هالبابيونه مشان بلش هيك مرحله التقشير كرمال ما يخرب حجابي، اعملوها هيك كمان مشان تدلعوا حالكم اكثر. انا بالنسبه للتقشير بستخدم مقشر طبيعي فيه ملعقه من زيت الزيتون، ملعقتين من السكر وملعقه من القهوه، وبحطه على وشي بهي الطريقه وبلش قشر. صراحه يا جماعه استخدمت مقشرات غير طبيعيه ما حبيتها، وهذا المقشر كتير كتير طبيعي ومكوناته موجودة بأي بيت وكتير حلو. سو هيك بضل عم قشر 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 في وشي. فيكم تستخدموا كمان هذا المقشر للشفايف، يعني كتير منيح لشفايفه يلي هيك بيتقشروا شفايفه، فيكم انكم تستخدموه. بعدين اكيد بنروح نغسل وشنا، نستخدم هيك مي ما تكون دافيه كتير وما تكون بارده كتير. واو على راحه يا جماعه، بتحسوا براحه مش طبيعيه. بليز جربوا هالشي بالبيت لانه كتير كتير حلو. هلا لمرحله الماسك، الماسك تبعي فيكم تستخدموا اي ماسك بدكم اياه. انا استخدمت ماسك النشا فيه ملعقتين من النشا وماء الورد، وفيكم تحطوا فيه كمان ياغورت بس ياغورت يكون هيك طبيعي. انا ما حطيته، حطيت بس هيك نشا. بهالوقت اللي عم بستنى الماسك لعشر دقائق 20 دقيقة بستنى الماسك هيك مشان ينشف، بحب انه اجيب ملابسي اللي بكون هيك كويتها. انا دايما بكوي ملابس العيد وبحطها هيك بالصالون. ما بعرف مين يلي مثلي. بهالوقت بيكون الماسك تبعي هيك زي ما بتشوفوا النشف وبروح كمان غسله. بتحسوا يا جماعة بعدين براحة مش طبيعية. واو انا فرحانة ليكم عم بعمل بوشي هيك لانه جد جد فرحانة. او ماي جاد هيك برتاح لما بعمل هاي الشغلات الطبيعية. حأعمل هذا الماسك كمان يا جماعة، هو ماسك غير طبيعي صراحة بس أنا استخدمته كذا مرة وما بيأذي البشرة وكتير كتير حلو. هو ماسك وفي نفس الوقت هيك مرطب وسيروم، فحأستخدمه على وشي. بعدين بعمل مساج هيك لوشي بهاي الطريقة شوي 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 شوي، تحت عيونكم، خدودكم، جبهتكم، يعني هيك مساج خفيف ظريف. وبنروح لمرحلة الترطيب. حطيت المرطب تبعي، بتستخدموا المرطب تبعكم اللي بتحبوه وبترطبوا وشكم. انا كمان بحب اضيف شغلة اللي هو زيت ارغان، بحب احطه على وشي. فبعد ما اخلص هيك الترطيب ومساج الوش بحط كمان زيت ارغان. فيكم تحطوا سيروم او تحطوا اي زيت بدكم اياه او اي شغلة، بس انا بحب زيت ارغان. اذا لقيتوا زيت ارغان كتير حلو للبشرة خذوه واستخدموه. هالروتين يا جماعة استغرق معي ساعتين ونص تقريبا، انتو شفتوه في دقائق بس انا استغرق معي ساعتين ونص، وهي هي النتيجة. هيك طلع وشي، ارتحت كتير وحسيت ببشرتي يعني هيك مشرقة ومتفتحة. اكيد بس خلص بجمع كل الاغراض اللي انا خربتها، لانه دايما لما بتكونوا بتعملوا هيك روتين العناية بالبشرة او اي شي بدكم اياه اي شغلة دايما هيك بتجيبوا بتشربوا هيك هيك خذ من هون جيب من هون جيب من هون، وبعدين بتلاقوا هيك هومه من الشغلات اللي مو ظابطه. فانا دايما بحب مشان ارتاح كمان بحب لما بخلص انظف وارتب المكان اللي انا قاعده فيه او اللي انا هيك كركبته بالروتين تبعي او بالماسكات او بهي الشغلات.
بعدين بجيب ملابسي اللي حطيتها على التخت هيك بحطها على الكرسي. انا كنت قلت لكم من زمان هذاك العيد انه دائما ملابسي بليلة العيد بحطهم هيك فوق الكرسي، او بحط الشنطة، بجيب حتى الحذاء بحطه جنبي، بكل شيء العطر بطلع كل شيء انا بدي استخدمه وبطلعه وبحطه. وبس هي حبايبي، عيد مبارك سعيد.